حصاد الجنوب، أهلا بكم. استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم جمع المهنئين في رابع أيام عيد الفطر المبارك. وتبادل رئيس القائد مع جموع المهنئين من الشخصيات الاجتماعية والقيادات الأمنية والعسكرية والمدنية التهاني بمناسبة عيد الفطر، واستعرض معهم آخر تطورات على الساحة الوطنية. وأكد الرئيس القائد أن المرحلة القادمة مرحلة مهمة وحساسة تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا لدعم جهود القيادة لإنجاز المهام الوطنية الملقاة على عاتقها للخروج بالبلاد والمواطن إلى بر الأمن. دشن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء فرج سالمين البحساني اليوم استلام 150 دراجة نارية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت. وأشاد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن بشكل عام ومحافظة حضرموت بشكل خاص، والتي كان آخر وعقد الدورات التنشيطية لأفراد الأمن بشكل منتظم. وأثنى على ما قدمته الإمارات عقب عملية تحرير ساحل حضرموت من قبضة تنظيمات الإرهابية ودورها في عملية البناء وإعادة التأهيل والدعم اللامحدود من خلال تخصيص برنامج إعادة التأهيل ودعم بناء المقرات والمراكز الأمنية وإعادة تأهيلها وتأثيثها، وكذا تزويد قوات الأمن والشرطة بمعدات وصلت إلى أكثر من 276 آلية وسيارة. حذرت الأمم المتحدة خوفاً من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب استمرار الحرب والنقص الحاد في تمويل البرامج الإنسانية. وقال منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في بيان إن الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليمن حقيقية، وأشار إلى وجوب سرعة التصدي لها، وذكر أن نحو 3/4 سكان اليمن بحاجة إلى المساعدة لهذا العام، وصفاً الأرقام بالصادمة، وأشار إلى أن الرقم يمثل زيادة في نحو 3 ملايين شخص عن العام الماضي. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.